يا اهلا وسهلا، حياكم الله. اليوم طبعا احنا في يوم يعني استثنائي، وهو تدشين احدى القطع العسكريه للقوات الملكيه البحريه السعوديه، ولكن لتسليط الضوء اكثر ومعرفه يعني اهميه هذا الجانب وكيف تمت، نستضيف معنا معالي محافظ هيئه الصناعات الحربيه المحافظ المهندس احمد الحوالي. مهندس احمد، تفضل معي المحافظ. يعني ودنا يعني تبين لنا أهمية هذه الخطوة التي تمت هذا اليوم. الحمد لله، هذه باكورة الله الحمد، توطين أول زورق سريع اعتراضي في المملكة، مجموعة الزامل وشركة سيمن الفرنسية لصالح القوات البحرية الملكية السعودية. وأبارك لقيادتنا الرشيدة وللشعب السعودي كاملا، خطوة بسيطة لكن إن شاء الله ستقود إلى خطوات أكبر في توطين الصناعات العسكرية. إن شاء الله هذه تدشين الزورق هذا يؤكد طبعا أولويات المملكة ورؤية 2030 في توطين الصناعات العسكرية، وأيضا رفع الجاهزية العسكرية لقطاعات القوات في المملكة، وأيضا تعزيز الاستقلال في المملكة في تصنيع السلاح. فطبعا خطوة أنا أعتقد أنها جدا مهمة إن شاء الله لإنجازات أكبر وأهم في المستقبل إن شاء الله. معالي المحافظ، هذه الخطوة طبعا حتقودنا إن شاء الله إلى خطوات أفضل. يعني الهيئة يعني خلال السنوات القادمة، يعني تصورك إلى أين سوف تصل بإذن الله تعالى في هذا الجانب؟ إحنا وضعنا ولله الحمد خطة يعني خلال 10 سنوات القادمة، خطط سنوية للتوطين لجميع المنظومات، وحددنا 11 منظومة صناعية سيتم إن شاء الله توطينها. وخلال كل الفترات هذه الهيئة مع شركائنا في الوزارات والمصنعين المحليين والخارجيين نعمل على إن شاء الله تحقيق هذه النسب سنويا بإذن الله. شكرا معلم. شكرا. سارة عبد الله، هذا ما لدينا الآن مع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات الحربية المهندس أحمد العوهري. ومثل ما تسمعون، هذا النشيد الوطني نشيد أعلى وأغلى بلد في العالم، المملكة العربية السعودية، سارع إلى المجد والعلياء. إليكم الكلمة. الله يعز هالدار. شكرا جزيلا لك طارق الغامدي.